ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم. أستاذ عز الدين، بداية مرحبا بكم. يعني صائب عراقات قال إن كوشنير يعمل على فرض حلول في الشرق الأوسط لإسقاط عملية السلام بشكل نهائي. من وجهة نظرك، ماذا سيفعل الفلسطينيون إذا ما مضى كوشنير في هذا الاتجاه؟ يعني بداية عملية السلام هي ساقطة أصلا، يعني لا نعلم ما الذي يعني أتى به صائب عراقات كجديد في هذا الموضوع. عملية السلام هي ساقطة ولا وجود لها على أرض الواقع، لكن من حيث ما يمكن فعله من الفلسطينيين، المطلوب فعله فلسطينيين هو في المقام الأول مطلوب من السلطة الفلسطينية. السيد صائب عراقات الذي خرج وتحدث عن جولة كوشنير وعن صفقة القرن وعن مخططات تصفية القضية الفلسطينية، هذه الأمور يجب على السلطة الفلسطينية أن تتعامل معها، لا أن يعني يمارس السيد صائب عراقات يعني دورا يعني اللطم والنوح على ما حصل للقضية الفلسطينية. السلطة الفلسطينية للأسف بنهجها وبسياستها التي تبعتها في السنوات الأخيرة هي المسؤولة عن ما وصلت إليه القضية الفلسطينية على هذه الحال. فبالتالي المطلوب إذا كان هنالك جدية حقيقية لدى السلطة الفلسطينية يعني التصدي لهذه المخططات ولهذه الجهود هي العودة للقرار الوطني الفلسطيني، هي إتمام المصالحة الفلسطينية وفعلا البدء ب يعني صياغة مشروع وطني نضالي يشترك فيه الجميع بعيدا عن إخفاء أي طرف من الأطراف الفلسطينية الفاعلة. إذا ما تقدم من حديث عراقات عن توجهات كوشنير، هل ما زالت الولايات المتحدة بنظر السلطة الفلسطينية وسيطا نزيها في مفاوضات السلام والحل النهائي؟ ما تعلنه السلطة الفلسطينية أنها لم تعد كذلك، والإدارة الأمريكية لا يعني تلقي بالا للسلطة الفلسطينية. اليوم على سبيل المثال الصحف الأمريكية والصحف الإسرائيلية تحدث أن الإدارة الأمريكية جمدت فعليا مساعدات للسلطة الأمريكية للسلطة الفلسطينية عفوا. فبالتالي الجانب الأقوى، الجانب الذي يمتلك الخيارات يمتلك أوراق القوة، هو الجانب الأمريكي، وبالتالي لا يمكن يعني لنا الاهتمام كثيرا بما تبديه السلطة تجاه هذا الموقف الأمريكي. المطلوب حقيقة الآن ما هو الدور الأمريكي القادم، ماذا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تؤديه وأن تفعله تجاه هذا الدور. اما الحديث عن ان الولايات المتحده بقيت راعيا ونزيها لعمل التسويه ام لا، هذا الامر فات اوانه ولا مجال للحديث عنه في هذا الوقت. يعني كوشنير اتهم الفلسطينيين بعدم قدرتهم على تقديم تنازلات للوصول الى سلام مع الكيان الصهيوني. ما هي هذه التنازلات التي يريدها كوشنير؟ كوشنير يريد التخلي عن كل شيء، يريد الفلسطينيين ان يتخلوا عن كل شيء. المتابع اليوم للصحافة العبرية على سبيل المثال يرى أن من بين شروط على سبيل المثال الإدارة الأمريكية لاستئناف مساعدتها للسلطة الفلسطينية أن توقف مثلا رواتب الأسرى، أن يعني تدين الإرهاب أو ما تسميه الإرهاب، وأن تحقق في كل عمليات المقاومة التي تحدث في الضفة الغربية. فبالتالي المطلوب أمريكيا هو أن يتخلى الفلسطينيون عن كل أوراق القوى التي يملكونها، أن يتنازل الفلسطينيون عن كل شيء يعني يتحقق لإسرائيل ما يريدونه. وبالتالي نحن لا نتحدث عن راعي وعن نزيه، نتحدث عن إملاءات تحاول الإدارة الأمريكية فرضها على القيادة الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام. إذا ما مضت واشنطن في عملية فرض حلول أحادية الجانب على الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن تقدمه الأطراف الدولية الأخرى في عملية السلام؟ لا يمكن للأطراف الدولية أن تقدم شيئا في ظل هذا الانحياز الأعمى والانحياز المتطرف للإدارة الأمريكية لهذه الإدارة لهذه الحكومة الإسرائيلية. المواقف العربية للأسف حتى الآن هي مواقف أقل ما يقال عنها بأنها يعني خذلت الفلسطينيين. اليوم الصحافة الإسرائيلية تحدث عن أن الأطراف العربية المعنية بالقضية الفلسطينية أعطت شك على الرياض للإدارة الأمريكية ووافقت ويعني أيدت الإدارة الأمريكية في مطن بإليه، بل على أكثر من ذلك أيدت الإدارة الأمريكية في تجاهل السلطة الفلسطينية وتجاهل الفلسطينيين في فرض هذه الحلول. فبالتالي لا يمكن التعويل على أي حراك دولي أو أي موقف دولي أو عربي في التصدي لهذه المخططات. المراهنة الأولى والأخيرة هو على الشعب الفلسطيني على مقاومته في التصدي لهذه القرارات وفي إحباطها كما حصل في مخططات عدة. عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم، شكرا جزيلا لك.